السلام عليكم ورحمة الله. بعد إعلان نتائج الصف الثالث متوسط راح نوضح ما هي عدد دروس الإكمال وشنو درجات المساعدة والاعتراضات. أول مرة ألف مبروك للناجحين وحظ أوفر للمكملين، وإن شاء الله اللي يعني طلع بثلاث دروس فما فوق إن شاء الله راح نسوي مناشدة، أو إن شاء الله تقبل الوزارة وتمتحنون دور ثاني. طبعا عدد دروس الإكمال درس أو درسين هاي اعتبار مكمل، أما ثلاث دروس فما فوق اعتبار راسب، يعني ما تمتحن دور ثاني. درجات المساعدة 5 درجات لكل مادة، يعني هي منك من الكنترول مثل ما قلت لكم بالفيديوهات السابقة، قلت لكم إذا شفت درجتكم 50 باعتبار منك مسويها مصعديها 5 درجات، 5 درجات لكل مادة. شو وقت تقدمون الاعتراض؟ الاعتراض هسه ورا العيد ينفتح الاعتراض، هسه بعد يوم السبت الأحد هي العيد، فورا عطلة العيد رأسا روحوا قدموا اعتراض، تنفتح الاعتراض وقدموا حتى اللي يشوف نفسه مظلوم بمادة أو مادتين، أو يعني اللي يشوف نفسه مظلوم وهو مجاوب فيروح يقدم اعتراض، يدفع كل مادة 3000 ويقدم الاعتراض، يروح على المدرسة أبو يعني الصباحي والمسائي، يروح للمدرسة مالته والمديرة هي تقدم الاعتراض توديه للتربية، والخارجيين يروحون للتربية مالته، يعني حسب التربية اللي قريبة على بيته يقدم اعتراض. يعني هاي درجات المساعدة وعدد دروس الإكمال والاعتراضات.